اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، معكم ادهم الناشف مع صفارة انطلاق الشوط الثاني. وكرة بترجع لحارس الفريق الكسبان. لا مستحيل مستحيل هيضيع وقت من دلوقتي. وبكابت بلاش تضيع وقت، بلاش تضيع وقت. طبعا كلنا عارفين ان الحارس هو اللاعب الوحيد اللي مسموح له يتعالج ويشرب ويتناسل داخل ارضية الملعب. خلينا نشوف. الو، الاوردر على نفس العنوان، استاد القاهرة منطقة 18. خد بالك كله من وقت الشوط بتاعك، أنا بحسب بالثانية. متعرفش الساعة دي جايبها بكام؟ أنا عارف إني مأخرك والله، بس ليا تكنيك معين في الفيونك هظبطه ونلعب. معاك معاك. ربنا يتمم بخير وتقوم بالسلامة. حد معرفه مهمش؟ واضح ان الكوره سخنه جدا في ايده، وزي ما انتم شايفين الحارس بيضيع وقت في الدقيقه 75، والحكم فخور جدا بساعته الاصليه. شباب انهي جلافز بتماتش اكتر، ده ولا ده؟ انا حاسس ده عامل كونتراست. جماعه ما حدش معاه قصافه، عندي ودنه. ولد هديك انذار. ولد يا سلمى يا حبيبتي، قرار الطلاق ده مش بتاعك لوحدك. ممكن يا شباب حد يتكلم الراعي الرسمي ليه تعامل الشبكه؟ وماذا سيكون موقفها امام جارتها عندما تنشط غسيل على سطح المنزل ولا تجد هواء خاص بها؟ ان الحارس بيثقف نفسه وتنتهي المباراه برحيل جميع اللاعبين والجمهور وبقاء حارس المرمى. لقاء بلا معنى وظهور مميز للحكم وساعته. كم تمنيت مرور الايام ونسيت انها عمري. احمد خالد توفيق. أعزائي المشاهدين، صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. شركة رولكس يا عزيزي هي شركة معروفة في مجال الساعات. هذه الشركة بتنتج سنويا 1,050,000 ساعة، يعني حوالي 2,870 ساعة في اليوم، يعني حوالي 120 ساعة في الساعة. ده عزيزي رقم كبير جدا، خصوصا لما تعرف إن أقل موديل من موديلات رولكس في السعر هو الأويستر بيربتشوال، سعره تقريبا 5000 دولار. ده عزيزي الرخيص اللي بيعيروه، ده اللي مسمينه الهاي كوبي في جروب الواتس. مين يا أبو حميد اللي ممكن يشتري ساعة بالرقم ده؟ أنا لو البسها مش هفرج عليك. ايه الندالة دي؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان انت اصلا ممكن تبقى معاك فلوس الساعه وما تعرفش تشتريها، وتضطر تحط اسمك عند اي موزع معتمد في ويتنج ليست مدتها شهور وممكن توصل لسنه لحد ما يتوفر المنتج المطلوب. هناك يا عزيزي ساعات مثلا زي نوع اسمه الباتيك فيليب ممكن تقعد 3 سنين، تقعد 3 4 سنين مستني ساعه ب 80-90 ألف دولار. ارقام دي حقيقه يا ابو حميد؟ حقيقه يا عزيزي، ولكنها خارج محيطك. تاخير وصعوبه الوصول للمنتجات الجديده بيخلي سوق المستعمل بتاع رولكس او الريتيلز يعني عليه طلب كبير جدا، ويمكن في بعض الموديلات الجديده تبقى ارخص من القديمه المستعمل. مثلا اغلى ساعه رولكس مستعمله اتباعت في التاريخ كان سنه 2018 بقيمه تتعدى ال 17.5 مليون دولار. الساعه دي موديل رولكس ديتونا، وكان بيستخدمها الممثل بول نيومان، ودي كانت هديه من مراته ادتها له سنه 68، وكان متعود يستخدمها وهو بيسوق عربيات، كان بيحب قوي سباق العربيات، وعشان كده اتعرف هذا الموديل بموديل رولكس بول نيومان. والمالك المحظوظ اللي باع الساعه دي كان صديق بنت بول نيومان، فلا هو الحاج ما سابش حاجه. خد بالك يا عزيزي، الكلام ده كان في وقت الثمانينات، وقتها الساعه الاصليه كان ثمنها 200 دولار. شوف بقى ابن المحظوظه كسب فيها كام. ده علمك يا عزيزي اختار صحابك، والاهم من صحابك اختار ابهات صحابك. القصه دي يا عزيزي واحده من القصص اللي خلدت اسطوره الساعات الرولكس. صحيح ان رولكس ماركه واخده 25% من سوق الساعات السويسريه، دي لوحدها يا عزيزي واخده ربع السوق السويسري وشرخه. قيمه هذه الشركه توصل ل 11 مليار دولار، يعني هي تاني اكبر شركه سويسريه بعد نسلا على طول. ولكن يا عزيزي لا يمكن الارقام دي كانت رولكس توصل لها لولا عقليه مؤسسها اللي قال جمله في منتهى الاهميه: Only great marketing is needed to make a company successful. التسويق الممتاز لوحده ممكن يخلي الشركه ناجحه. يا ابو حميد يعني المنتج ممكن بأي كلام، بس عشان التسويق بتاعك كويس الشركة تبقى ناجحة؟ حاب أعرفك. مش فاهم يا أبو حميد. أبو حميد أنت شرير قوي. لا لا عزيز بهزر معك، أنت لا منتج ولا تسويق. مؤسس رولكس يا عزيزي أدرك قيمة البراند، وفكر إزاي لو قدر يحط ساعته في أهم أحداث القرن العشرين، فده لوحده كفيل يخليها برستيجس، فيها برستيج في الشياكة والأيامة منه. وكان هدفه يا عزيزي مش بالضرورة إن هو يعمل حاجات جودتها عالية، ولكن الأهم من كده إنه يعرف الناس إنه بيعمل حاجة جودتها عالية، فاهم؟ ده المبدأ اللي خلى عند الناس حلم الرولكس. الراجل ده يا عزيزي هو هانس ويلزدورف، من اسمه كده تقدر تعرف إنه ألماني. اتولد
اتولد سنة 1881 في مدينة كيلنباخ، وكان الطفل الأوسط لأسرة غنية جدا بتشتغل في السبائك والمشغولات الحديدية. ولكن يا عزيزي في سن ال 12 سنة بتحصل له أكتر حاجة مأساوية ممكن تحصل لطفل، أمه بتموت وبعدها بأقل من سنة أبوه بيموت. بتصبح مأساة كبيرة جدا بالأخص بعد ما عمامه بيقرروا يبيعوا شركة أبوه، وده لأن محدش فيهم عارف يديرها. باعوا الشركة وبفلوسها جابوا هانس وإخواته الاتنين وحطوهم في مدارس داخلية عشان يتعلموا كويس. في مذكرات هانس اللي نشرها سنة 1946 بيوصف إن اللي عملوه عمامه ده رسم مستقبله، وإن الخطوة دي خلته يعتمد على نفسه وإنها سبب مهم جدا في نجاحه. الحقيقة عزيزي إن هانس في المدرسة أثبت نبوغ غير عادي، كان ماشي عزيزي زي السعد وكان متميز في الرياضيات واللغات. كان مدرك إنه عشان يسافر بره لازم يتعلم لغات، وعرف يتكلم فرنساوي ويتكلم إنجليزي. خد بالك عزيزي، إحنا بنتكلم في وقت نادر جدا تلاقي ألماني بيعرف يتكلم لغة تانية أصلا. هانس وهو في المدرسة اتصاحب على واحد من سويسرا، وهذا الولد السويسري كان بيحكي له على مدينته السويسرية لاشوديفون، وهي مدينة مشهورة بصناعة الساعات. طبعا عشان الحبكة الدرامية هانس بيسمع الكلام ده في لمبة بتنور فوق قفاه، بقول لك بس أنا عايز أصنع ساعات، أنا لقيت كاريري ده بالظبط لايق على اللي بحبه وبفهم فيه، أنا عايز أبقى صانع ساعات. وبالفعل سنة 1900 لما هانز كان عمره 19 سنة راح مدينة لاشوديفون دي واشتغل مع شركة ساعات كبيرة هناك اسمها كونو كورتن، وكانت مهمته الإشراف على مراسلات الشركة باللغة الإنجليزية. هانز عزيزي كان ذكي ونبيه، شوية شوية بدأ دوره يزيد ويكبر في المجال ويعرف أكتر عن صناعة الساعات، وكانت وظيفته عزيزي إنه يملى الساعات يوميا. إيه يملى دي يا أبو حميد؟ كان مديها له نقص عارب؟ أنا أشرح لك يا عزيزي يعني إيه يملى الساعات. زمان يا عزيزي قوي قبل ساعات الكوارتز والسمارت ووتشز وحتى الساعات الأوتوماتيك، كانت الساعة زمان من جوه معتمدة على تروس، التروس دي لازم تتلف يوميا عشان الساعات تقدر تشتغل. العملية دي اسمها عملية تعبئة أو ملي التروس، وايندينج، تلف الكراون بتاع الساعة حوالين نفسه كذا مرة لحد ما تسمع صوت تك خفيفة. مجموع التروس دي بقى اسمه حركة الساعة، الموفمنت. أحمد الشغلانة السخيفة دي كان قاعد طول اليوم بيلف زنبلك. خليني أقول لك إن المهمة اللي تبان مملة دي كانت بالنسبة لهانس مهمة ملهمة. العملية دي طرحت عليه سؤالين هيغيروا شكل الساعات في العالم للأبد. أول سؤال، ليه يا جماعة الناس مضطرة تملى الساعة يوميا؟ كأن إحنا مش عارفين نخترع طريقة الساعة تملى نفسها بنفسها. الحاجة التانية، ودي كانت هانس بيكرهها جدا، هو ليه يا جماعة الساعات الرجالي المعتمدة كلها ساعات جيب؟ يعني أنا عايز أعرف الساعة كام؟ ليه لازم أحط إيديا وأدور على الساعة؟ ولا يا جماعه ده مش الساعه ده لب؟ عايز اعرف الساعه كام بسرعه؟ ليه ما نعملش زي ما الحريم بيعملوا نشوفها على ايدينا؟ وقتها عزيز ساعات ما كانتش ساعات الرجالي حط في الجيب، الستات هم اللي يلبسوها على ايديهم. وكان بيتم التعامل مع ساعات الحريم دي على انها اكسسوارات، لان مفيش حركه تروس دقيقه تساعد انها تدخل في ساعه الايد، وبالتالي مستحيل انها تقيس الوقت بدقه. فكانوا الستات يلبسوها منظره. وانت عزيز عارف الستات الساعه عندهم ب 12 في السوق السوداء، وحبيت انت بقيت بتعمل احكام مسبقه على جندر معين صاحب من جماعات حكوميه. وفي نفس الوقت الرجاله كانوا متعودين على ساعه الجيب، نغير بقى. تقريبا يا عزيزي هانس هو الشخص الوحيد اللي كان متضايق جدا من ساعه الجيب. هانس يا عزيزي بدا يبقى عنده ايمان شديد بساعه الايد، قال لك انا شايف المستقبل هناك، ويبعت لاصحابه ويقول لهم ساعات الجيب هتنتهي وساعات الايد هتحتل العالم. وبفتكر انا بقول ايه يا ابو حميد، وهو كان عنده الجرأة ان هو يعمل هذا التحدي. طب ابو حميد تفتكر نبوته كانت صحيحه؟ عزيزي خارج. طبعا يا عزيزي انت مستنيني احكي لك قصه كفاح مستر هانز الجميل وطريقه الطويل المليء بالصعاب والتحديات. ناس وقفت جنبه وناس احبطته لحد ما قام على رجله واسس شركه رولكس. الحقيقه يا عزيزي ما حصلش هذه الدراما كلها، الموضوع كان سهل وبسيط. الراجل اسس شركه رولكس وعنده 24 سنه وحقق حلمه بمنتهى السهوله، مفيش اي مشكله ولا حاجه، انت اللي فاشل. ببساطه يا عزيزي هانز دخل في شراكه مع رجل انجليزي اسمه ألفريد ديفيس واسسوا شركه ويلزدورف اند ديفيس، وكان مهمتها ببساطه انها تستورد حركات الساعات من سويسرا وتحط الحركات دي في علبه الساعة. اللي هو المعدن اللي بيغلف الساعة، وبعدين يقوموا حاطين الواجهة الإزاز، بعد كده ينقشوا حرفين W و D على ظهر الساعة من ورا، استورد حط انقش بيع على طول. ومن هنا انطلقوا عشان يبيعوا منتجهم لتجار الساعات في لندن. ولكن يا عزيزي عقل هانس اللي مخه ما كانش بيقف عن التفكير كان عايز اسم مختلف لشركته، اسم مميز ليها هي. وهنا ولا أجدعها ماركتير شاطر بيفكر في شروط عمل براند باسم ناجح. رقم واحد، انه يكون اسمه صاير عشان يتكتب على الساعة بسهولة، يعني غندور ده مثلا ده محتاج له ساعتين مثلا عشان تكتبها، لازم تختار كمان اسم حروفه سهل ان اي حد في العالم ينطقها. رقم 3، انه يكون اسم بيوحي بالفخامه وبيدي انطباع بالاصاله. وبالفعل الراجل قعد يجرب مئات الاحتمالات على حد كلامه، ولكن مفيش ولا حاجه كانت ظابطه، لحد ما في مره سنه 1908 وبينما هو بيدنجل بالحنطور في لندن بيجيله جن طيب على حد تعبيره وبيهمس له في ودنه رولكس. فكره جت في دماغه، ومن وقتها عزيزي الشركه بقى اسمها رولكس اللي هو اسم مختلق ملوش اي معنى، فنكوش. في الفتره دي كان بدا يحصل تعاون بين شركه رولكس وشركه هيرمان ايجلر. هذه الشركه كانت متخصصه في صناعه
حركات الساعات الرولكس. ومن خلال التعاون ده قدر هانز انه يحقق حلم ويوصل لاول ساعه ايد تقدر تقيس الوقت بدقه. الله اكبر، ساعه ايد واخده شهاده اعتماد من مرصد كيو، وده يا عزيزي من اهم مراصد انجلترا. محمد معلش يا ابو احمد، فين القصص الدراميه والطلعات والنزلات؟ انا حاسس ده نجح بسهوله. يا عزيزي ما تستعجلش، لسه المشاكل جايه. انا قلت لك الراجل الماني ورايح يشتغل في انجلترا. شايف احنا رايحين فين؟ لسه ارميلك مشكله. ارميلك، خليني اقول لك يا عزيزي ان بعد اسبوعين من وصول هانز لاول ساعه يد دقيقه في العالم، حدث كده ما اعرفش تسمع عنه اسمه الحرب العالميه بيقوم. الحرب العالمية الأولى يا عزيزي لم تكن مجرد حرب عادية، دي يا عزيزي تكاد تكون الحرب الوحيدة اللي شفنا فيها جمال وخيول وسيوف مع دبابات وطيارات وغازات كيميائية. حرب يا عزيزي طورت في التكنولوجيا وشكلت مسار العالم بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. ومن ضمن يا عزيزي الحاجات اللي اتطورت في هذه الحرب كيان الساعات. الحرب أثبتت صحة رهان هانز على ساعات الإيد. الساعة لما بقت على الإيد أصبحت مفيدة للضباط والعساكر، بقى الموضوع عملي وبتعرف الوقت على طول، مش لسه بقعد أمد إيدي ويا ترى في أنهي جيب وماسك الرشاش والآلي على يميني هعمل كل ده. عشان كده في 1915 بدأت رولكس تعمل أعداد كبيرة من ساعات الخنادق الترنش ووتشز. دي يا عزيزي ساعات هجينة بتتلبس على الإيد لكن ليها نفس الغطاء بتاع ساعات الجيب، وكمان ليهم زي مقبضين كده بحيث إن أنت ممكن تعلق فيهم حزام الساعة عشان تحطه على إيدك. طبعا هذه الساعات اتباعت جامد جدا، خصوصا إنها واخدة شهادة معتمدة بإنها ساعات دقيقة. كل اللي بحكولك ده يا عزيزي لم يشفع لهانز. هانز ولزدورف، الاسم الألماني اللي عايش لي في بريطانيا في وقت أقل ما يقال إن الدولة فيه مش على وفاق. هنا يا عزيزي هانز هيقرر انه ياخد رولكس وينقلها من بريطانيا الى مقرها في جنيف، المدينه اللي لسه لحد النهارده مقرها مقر الشركه. هنا يا عزيزي خلينا نبهك لمفارقه غريبه، اهم شركه ساعات سويسريه حاليا صاحبها مش سويسري ولا تاسست من البدايه جوه سويسرا اساسا. المهم يا عزيزي الشركه بدات تكبر في جنيف وبقى فيه اكتر من 40 موظف. خد بالك يا عزيزي كل ده وهانز لسه ما كملش ال 40 سنه، وقدر الحمد لله يعني ببركه دعاء الوالدين انه يتجوز اخت شريكه، وهنا تتحول شركه رولكس الى شركه عائليه خاصه. للاسف يا عزيزي هانز لم يكن على وفاق مع امها دي يا ابو حميد لان كان في عارب كتير في العيله. طبعا عزيز بهزر. من هنا بدات الانطلاقه الحقيقيه لرولكس، بدات عبقريه مؤسسها تظهر بشكل واضح. في بدايه العشرينات بدات ساعات الايد تنتشر بشكل واضح، ولكن هانز صاحب العقليه التسويقيه الجباره ما كانش مقتنع بهذا النجاح، وبدا بالقاعده التسويقيه الاشهر. بدا يفكر ازاي يقدر يزود مبيعاته، يبص على مشاكل المنتج بتاعه في السوق ويحاول يعدلها. الحقيقه ان العملاء كان عندهم نفس الشكوى القديمه اللي بتضايق هانز من 20 سنه، الناس ما بتحبش تفضل تملى الساعه كل يوم، خاصه ان ده بيخليهم يحتاجوا يرجعوا يظبطوا الساعة كل يوم. النقطة التانية ان علبة الساعة اللي كانت بتحمي التروس ضعيفة جدا حتى لو كانت متينة، ومع اي نقطة مية ولا شوية تراب يدخلوا جوه التروس العميل يضطر يودي الساعة تتصلح. الساعة وقتها كان تقريبا شغال اكتر من ميكانيكي. بيبدأ هانز يشتغل لحد ما بيقدر يشتري حقوق لعلبة ساعة مش بتسرب لا مية ولا تراب للتروس، كان اسمها اويستر او المحار، وبدأ يسوق لها بشكل ضخم جدا على انها اول ساعة ايد مقاومة للمية ووتر ريزيستنت. خليني اقول لك يا عزيزي وافاجئك ان الكلام ده لم يكن دقيق، يعني كذاب. هو مش عارف الكذاب بيروح فين يا ابو احمد. عزيزي بيروح ماركتنج وسيلز. خليني اقول لك يا عزيزي ان في شركه تانية اسمها ديب وي عملت الساعه المقاومه للميه قبل رولكس بثمان سنين. طلع كذاب فعلا. الساعه دي يا عزيزي ما نجحتش لان تاج الساعه كان عريض وبيغرز في جلد الايد وبيبوظ الكمام. هنا هانز عمل فكره ذكيه ومبتكره، راح لعدد من محلات الساعات الضخمه والمعتمده في بريطانيا واوروبا وغير واجهه المحلات بحيث تبقى عباره عن حوض سمك كبير، وفي قلب الحوض وسط الكائنات البحريه في ساعات اويستر رولكس شغاله وبتشير للوقت بدقه. شايفين يا جمهور؟ شايفين الساعه بتاعتي شغاله في المايه ازاي والسمك بيعوم واسمها اويستر محار؟ فعامل لك صوره بصريه. خد بالك يا عزيزي الكلام ده سنه 1927. الناس يا عزيزي مش مصدق وبقت تدخل محل عشان تعرف هل في خدعه بصريه بتحصل ولا حاجه. فبنشوف الساعات دقيقه كده في الميه مفيش سحر ولا خيوط صغيره بتحرك العالم، ساعه كده واقفه عادي في الميه ومش عاملها حد. جت عزيزي ساعه معجزه. واحد يقول لي يا ابو حميد ده الراجل ده عبقري ده فظيع. خليني اقول لك يا عزيزي لسه، خليني احكي لك قصه كده حصلت في هذا الوقت. لما اهتمت الصحافه بالسباحه مرسيدس كلايتسا اللي عايزه تكون اول سيده بريطانيه تسبح القناه الانجليزيه بالكامل، ويمشوا جنبها صحفيين على المراكب عشان يتاكدوا من هذا الانجاز وينقلوه للعالم كله بحضور صحفيين على كذا سفينه عشان ينقلوا العالم هذا الانجاز. هنا عزيزي مين قاعد بيفرج ومستني؟ عمك هانز. قالك طب ما السباحه دي اللي الصحفيين كلهم هيشوفوها وهي بتعوم ما تلبس ساعه رولكس. هانز انفنتد انفلونسر ماركتنج بفرقه واس كول. فطلب يا عزيزي من مرسيدس انها تعلق على رقبتها ساعه اويستر رولكس، وفي المقابل لهذه السباحه الساعه دي هتبقى هديه. مش هتصدقوا يا جماعه النهارده جالي ايه من رولكس، يلا نعمل انبوكسنج. مرسيدس يا عزيزي بتعوم في القناه 10 ساعات 10 ساعات.
بتاعت يا عزيزي. لو مرسيدس بجد كان زمانها وقفت مرتين في الريست، ولكن بسبب برودة المية الشديدة في شهر اكتوبر اغمى عليها واضطروا يسحبوها من المية. المهم صحفي من جريدة ذا تايمز كان موجود على السفينة اللي خدت مرسيدس وخد باله من الساعة، مفاجأة عزيزي والبيت مرمية في الارض كده وبتفرفر، انه لاحظ ان الساعة بتنقل الوقت بدقة، ولما مسك الساعة وفتحها من جواها لقاها ناشفة تماما. اخوانا انا بموت، ساعات ايه بس اللي بنص فيها دلوقتي؟ طب حد يغير لي زيت. العالم كله عزيزي نسي مرسيدس، نسي البنت والعشر ساعات اللي عملتهم في المية في اكتوبر بين فرنسا وانجلترا، وكله كان مشغول بساعة رولكس اللي ما بتعطلش في المية وكان بتدي الوقت بالظبط. هانز هنا يستغل البز اللي حصل ويطلق حملة دعائية على الصفحة الاولى على جورنال ديلي ميل، حملة دعائية ضخمة بتقعد 10 ايام. سبونسر هانز دفع مبلغ ضخم في التسويق، كان اهم حاجة بالنسبة له عزيزي وقتها ان اسم كلمة رولكس يتحفر في الاذهان كمثال للدقة تحت اصعب الظروف. سنة 1931 بتنجح رولكس انها توصل للساعة المثالية، ساعات مش بتحتاج تملاها بشكل يومي، كل اللي عليك انك تلبس الساعة ومن خلال حركة ايدك وانت ماشي تدنجل كده اهو هتحرك جهاز دوار اسمه روتر جوه الساعة، الجهاز ده متوصل بالتروس وهو اللي هيملى الساعة، وبقى اسم الموديل اويستر بيربيتشوال. الموديل ده اللي مستمر لغاية دلوقتي بعد اكتر من 92 سنة عمل ثورة في عالم الساعات، الساعات الميكانيكية القديمة شبه اختفت، وحاليا اي ساعة معتمدة على تروس مهما كانت ماركتها رولكس او غيره هيبقى فيها الروتوس ده، ودي يا عزيزي اسمها الساعات الاوتوماتيك، عشان طول ما انت بتتحرك وانت لابس الساعه هي بتفضل تعمل اوتو وايندنج. تخيل يا عزيزي الرولكس غيرت شكل صناعه الساعات ازاي. خد بالك يا عزيزي احنا في الثلاثينات، وقتها ساعات رولكس ما كانتش بتقدم كساعات للطبقه الغنيه ولكنها ساعات عاديه للطبقه المتوسطه او فوق المتوسطه بشويه، وقتها كان البراندنج بتاعها انها عمليه وبتستحمل اكتر من كونها فخمه، وبالتالي مثلا كان هي الخيار المفضل لضباط السلاح الجوي الملكي البريطاني، لانها بالنسبه لهم وهم في الجو كانت بتبقى ساعات اضاق من ساعات الطيارات نفسها. مع الحرب العالمية الثانية اتأثر عدد كبير من الضباط والجنود الانجليز واتبعتوا لمعسكرات أسرى الحرب، وهناك الألمان صدروا الآلاف من ساعات الرولكس، فأطلق هانز مبادرة إن أسرى الحرب البريطانيين اللي هيطلبوا منه ساعة رولكس هيشحنها لهم على معسكر الاعتقال بتاعهم بدل الساعات اللي اتصدرت منهم، محدش يتسجن من غير ساعة أبدا ومال هيعرف هيخرج إمتى، وفي المقابل مش هياخد منهم تمن الساعات الجديدة غير بعد الحرب. مش هدية؟ أنت متخيل يا عزيزي تبقى قاعد بريطاني أسير حرب ومستني زيارة مستني أكلة حلوة تلاقي جالك ساعة رولكس؟ مش بس كده وهتدفع ثمنها. بعيدا عن نظر عزيزي الحركة دي كانت حركة عظيمة جدا، خلت رولكس محل تقدير في عيون البريطانيين، لأن معنى كده إن هانز بيبعت رسالة مضمونها إنه واثق من انتصار الحلفاء وإن الأسرى هيخرجوا من المعتقلات في حالة تقدر تخليهم يدفعوا ثمن ساعاته. وبالفعل اتشحن آلاف الساعات للجنود، بعض عايزين المعسكرات طلبت 3000 ساعة. أمازون دلوقتي ما ظبطش الأوردر ده. ثانية واحدة يا أبو حميد، هو هانز اللي عمال يستمتع مع الإنجليز ده مش أصله ألماني؟ يا أبو حميد هي دي الروح اللي عايزين نشجعها، بالرغم إن الراجل ألماني إلا إنه كان متعاطف مع جنود بريطانيا وكان عمال يبعت لهم ساعات. ايه ده ازاي كده يا عزيزي؟ الحركه دي لم تكن لله وللوطن. ما تنساش يا عزيزي ان كان في حرب بين بريطانيا والمانيا وانت رجل الماني عايش في بريطانيا، ده غير حاله العداء اللي كانت موجوده قبل الحرب. كل دي حاجات مضره بسمعه رولكس، لازم في هذا التوقيت تثبت ولاءها للحلفاء ولا يقطعوا ونجيب سبيرو. بالك يا عزيزي ان هانز اختبر هذا العداء قبل كده لما اطلق ماركه ساعات باسمه سنه 1934 وفضل ينتجها لحد سنه 1940. الساعات دي كانت بنفس جوده رولكس ولكنها للاسف فشلت واضطر ويلزدورف انه يوقف الماركه دي، كل ده حط اسم الألماني عليها. وهنا يا عزيزي أدرك هانز الحقيقة المرة، إن عشان اسم رولكس يعيش لازم هو يستخبى في الظل، وإن المجتمع الغربي اللي عاش فيه حوالي 40 سنة عمره ما هيشوفه غير رجل ألماني بيعمل ساعات عظيمة والناس بتشتريها ولكن باسم رولكس. وده يا عزيزي درس فضل مأثر في نفسيته. من بين كل رسائل أثر الحرب اللي كانت بتوصل لشركة رولكس لفت نظر هانز رسالة جاية من العريف كلايف جيمس ناتينج بيطلب فيها رولكس أويستر موديل 3525، ودي ساعة غالية نسبيا كون إن فيها كرونوجراف اللي هو الشكل البدايه بتاع الستوب ووتش بتاع زمان. اللي بيلفت نظر هانز للرساله دي هو ازاي عريف بيطلب ساعه غاليه في حين ان ضباط اعلى رتبه منه بيطلبوا ساعات ارخص زي موديل سبيد كينج مثلا. المهم هانز بيرد على الرساله بنفسه وبيقول له اوعى تفكر حتى في دفع مبلغ الساعه طول ما الحرب شغاله. وبالفعل الساعه بتتشحن من المعسكر في بولندا المحتله انذاك، واللي ما كانش يعرفه هانز ساعتها ان الساعه اللي طلبها العريف دي كان طالبها لهدف سري جزء من مهمه في دماغه، وهو واسمع دي حساب مده حركه دوريه النازيين اللي بتمر كل ليله في المعسكر، لان هو و75 سجين تاني كانوا بيخططوا للهروب من المعسكر، وبفضل رولكس يا عزيزي بينجحوا فعلا. لولا ان السلطات الالمانيه بتنجح في القبض عليهم تاني وبتعدم عدد كبير منهم وبتعاقب الباقيين، وفي نهايه الحرب مش هيرجع حد فيهم لوطنه سليم غير ثلاثه بس كان منهم هذا العريف. وبسبب شهره رولكس الساحقه في وقت الاحداث دي اللي هتعرف بعد كده بالهروب الكبير او ذا جريت اسكيب، بيبدا جنود وضباط الحلفاء من بلاد تانيه يتكلموا على رولكس بتقدير، وهنا بتتفتح قدام رولكس اسواق جديده بعد الحرب.
الحرب، زي مثلا السوق الامريكي. في وسط النجاحات دي يا عزيزي بيحصل حاجه وحشه لهانز، مراته بتموت. هنا هانز بيقرر يعمل مؤسسه خيريه باسمه. خد بالك يا عزيزي، المؤسسه دي هتبقى مهمه في مصير شركه رولكس بعدين، مش بزود لك شعبيته عندك يعني. المهم بعد الحرب رولكس بتبدا تاخد مكانتها الكبيره في المجتمع وتتلف حوالين ايدين فنانين ورؤساء ومشاهير، لدرجه انها لما بتنزل اول ساعه بيتغير عليها التقويم بشكل اوتوماتيك، بيبقى اسمها ساعه الرئيس بريزيدنتس واتش، لان الرئيس دوايت ايزنهاور كان بيلبسها. كمان رولكس في بدايه الخمسينات ابتدت تعمل موديلات جديده تناسب بيئات صعبه. عندك مثلا ساعه اكسبلورر بيستخدمها المتسلقين والمغامرين، واللي بيكون فيها مفصلات خاصه عشان تمتص الصدمات والاهتزازات وتحافظ لك على اداء الساعه. مش بس كده، نزلت كمان ساعه السبمارينر للغواصين، المفروض انها تقدر تستحمل لحد عمق 100 متر، واللي برضو هانز بالغ في الدعايه بتاعتها وقال انها اول ساعه بتشتغل تحت العمق ده، بالرغم من ان شركه اوميجا عملت ساعه للغواصين من 20 سنه ومش بتوصل ل 100 متر، دي بتوصل ل 135 متر. عندك كمان ساعه الجي ام تي ماستر، الساعه اللي رولكس قالت عنها انها تقدر تحسب منطقتين زمنيتين في نفس الوقت، وده طبعا مناسب للناس اللي بتسافر بانتظام. فانا بقى انا في مصر وساعتي برضو مظبوطه على السعوديه عشان اقدر ابقى عارف، فانا لو انا بسافر كتير بين مصر والسعوديه يبقى عندي ساعه بتوريني الوقت في البلدين. مش محتاج اقول لك يا عزيزي ان دي ايضا كانت اوفر بروباجندا، لان شركه لونجينس قدمت هذه الساعه قبلهم ب 25 سنه. بس يا ابو حميد انا عشان كده مش هشتري ساعه رولكس ابدا، لان صاحبها كان كذاب. يا راجل هو ده السبب؟ عزيزي دي رعايه، ولما اقول لك احسن فراخ في مصر جربوا كل الفراخ في مصر، قالوا بتاعت امي ما قالوهاش، يبقى خلاص مشيها. محلات ب 2.5 ما فيهاش حاجه ب 2.5. خليني يا عزيزي احكي لك على اغرب موديلات ساعات رولكس، والبعض بيعتقد انها اكتر موديل مكروه فيهم، وهي الميلجوس. ودي مصممه انها تشتغل جوه المجالات المغناطيسيه الكبيره اللي جوه المعامل والمختبرات. واضح طبعا ان هي مش مفيده قوي الا لو كنت عالم فيزياء او فني اشعاع عايز تعرف الوقت جوه المعمل، وظني انه استخدام نادر شويه. اللي حصل يا عزيزي بعد كل هذه القصص وكل هذه النجاحات كان شيء يفوق الخيال. اعمق نقطه في المحيطات هي منطقه اسمها التشالنجر ديب في خندق ماريانا، عمق هذه النقطه تقريبا 11000 متر. عشان تتخيل ضخامه هذا الرقم بص على برج خليفه اللي هو اطول بناء في العالم. طول خندق ماريانا بيعادل حوالي 13 برج خليفه فوق بعض، فوق بعض تحت، وهيبقى كمان فوقيهم بتاع 100 متر ميه. المهم مغامر اسمه جاك بيكر قرر ان هو ياخد غواصه خاصه صممها ابوه وينزل بيها التشالنجر ديب. هنا هانز يقعد ساكت يسيبه ينزل لوحده كده ما يلزقش في قفا امه ساعه، ده اللي اتدنجلت 10 ساعات في الميه حط لها ساعه في رقبتها. تخيل نزلت 13 برج خليفه ده، تعالى تعالى عندي ليك حته ساعه، ساعه حظ. هنا هانز هيقرر ان رولكس لازم تجرب ساعتها الجديده المخصصه للغوص. ساعه رولكس الديب سي كانت مصممه انها تتحمل ضغط على عمق 3900 متر، ولانها كانت بتزود 25% هامش امان فتقدر تقول ان الساعه كانت تقدر تستحمل 5000 متر تقريبا. بس احنا دلوقتي بنتكلم على عمق ما وصلوش انسان قبل كده، عمق اكبر من طاقه احتمالها حوالي ضعفين. وبالفعل يا عزيزي بتنزل الغواصه في يناير 1960 والساعه محطوطه على سطح الغواصه من بره، وتبدا تنزل تك 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 تك، تقعد 5 ساعات بتنزل. المفاجاه المخيفه حصلت على عمق 9000 متر لما حصل شرخ في احد النوافذ الخارجيه في الغواصه، ولكن الحمد لله نظم حمايه الغواصه ما تاثرتش، وقامت الغواصه فضلت تطلع في حوالي 3 ساعات وربع لحد ما وصلت للسطح. هنا يا عزيزي عمك هانز بيكون قاعد قلقان، طبعا مش فارق مع اهله لا بيكارد ولا الغواصه ولا نظام حمايتها، عايز اعرف الساعه حصل لها ايه، انجز اطلع يلا بسرعه. الحقيقه يا عزيزي بيكارد هيبعت برقيه لهانز ويقول له انا سعيد ان ساعتك يا استاذ هانز كانت دقيقه على عمق 11000 متر، زي بالظبط ما تكون على السطح. الساعه فضلت شغاله طول الرحله ما وقفتش، ازاز الغواصه اتشرخ وهي لا. هنا هانز خمس في وشه وقال له قول ما شاء الله ده ستر ربنا. وفي سنه 2012 هينزل المخرج المعروف جيمس كاميرون بتاع تايتانيك وافاتار بغواصه ثانيه لنقطه التشالنجر ديب، وبرده علق ساعه رولكس على الغواصه من فوق، وبرده عزيزي بتنجح في نفس الاختبار. رحلة هانز يا عزيزي هتنتهي بعد رحلة غواصة بيكارد بست شهور. هانز ويلزدورف مات بعد ما بنى البراند اللي هيفضل عايش من بعده لحد هذه اللحظة. براند هيقول عنه الخبراء انه الاشهر بين كل البراندات السويسرية. رولكس بنت سمعتها على حاجتين اساسيتين، اختراع تقنيات رهيبة سواء اشترتها او طورتها زي الاويستر كيس مثلا والبربتشوال راوتر والديت جاست والديب سي، والحاجة التانية وده الاهم وهو التسويق القوي. التسويق اللي نجح انه يخلي اسم رولكس على كل لسان. المهم يا عزيزي ان بعد وفاة هانز اتنقلت كل الاملاك وشركه رولكس للمؤسسه الخيريه اللي بناها. فاكر لما مراته ماتت؟ وهي دي يا عزيزي لو ما تعرفش طبعا مفاجاه الحلقه، رولكس ارباحها كلها بتروح للخير. فانت يا عزيزي اصرف مليون مليون ونص روح بضع من هناك، ولا تقلق هذه الشركه شركه غير هادفه للربح، نون بروفيت، ما تقلقش خالص، الفلوس مش هتوصل لرجال اعمال جيوبهم تقتص بالاموال، هتروح غالبا للاعيبه التنس في ويمبلدون لاهداف ماركتينج. تفكرني يا عزيزي عايز اشتري ساعه رولكس عشان الفخامه والشياكه والكلام ده؟ لا 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 خالص 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 خالص، انا حاجتين يا عزيزي خيريتين بعملهم في حياتي، اسيب الباقي للكاشير واشتري ساعه رولكس.
القرن العشرين يا عزيزي كان قرن التغيرات الكبرى في الصحة والحروب والتكنولوجيا، والأهم هو الاكتشافات الجغرافية. تقريبا البشر ما سابوش غر مع الأرض غير وصلوله، وكان الرفيق الأهم للإنسان في كل ده هو الكرونوميتر أو الساعة. في عصور ما قبل الموبايلات والسمارت ووتش كان فكرة إن الساعة تعمل كومبليكيشنز أو وظائف تانية غير قياس الوقت شيء مقدر ومهم جدا، وأحيانا في المواقف الخطيرة بيكون هو الفيصل. كان حلم هانز إن رولكس تبقى ساعة خشنة تستحمل كل البيئات الصعبة، شبح كده بيلبسها العلماء والجنود والمغامرين سواء كانوا على قمة إيفرست أو في أعمق نقطة في المحيط. ساعة جدعة تستحمل حرارة شمس الصحاري وبرودة القطب الشمالي، ساعة ممكن تكون أغلى من المتوسط ولكنها تايم بيس تعيش مع الإنسان العمر كله. وستيل يا عزيزي وقتها كان أي حد يقدر يجيبها لو حوش لها شوية، ولكن بعد وفاة هانز بوصلة الشركة بتتغير تماما. رولكس تحولت إلى ساعة فاخرة جدا وحصرية جدا على طبع معينة من الأثرياء. الكلام ده بدأ يحصل بالتدريج من الستينات لحد الثمانينات عشان تبدأ رولكس تبني سمعتها الجديدة على الفخامة أكتر من الدقة. وبينما اسم رولكس بقى منور وبقى من أشهر أسامي البراندات والحلم لناس كتيرة نفسها تمتلكه وليها ظهور يومي في الجنب اليمين من الجورنال، غاب اسم هانز ويلزدورف في الظل واختفى ومحدش بقى يعرفه غير المهتمين بمجال الساعات. ويلزدورف يا عزيزي قتل اسمه عشان الحاجة اللي صنعها تعيش، ولأن الوقت كالسيف يا عزيزي. شوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية، انزل بص على المسار اللي احنا عليه بنشترك على القناة. بصراحة يا عزيزي انا نفسي حد يشتري رولكس، مش بقى للتفاخر الفارغ، انا مش بتاع الكلام ده، انا راجل بلبس تيشيرت واحد طول عمري طول عمري. انا يا عزيزي مش هشتريها غير لأغراض خيرية، مش هالشركة غير هدف للربح، انا حابب ان انا ادعم الشركات الغير هدف للربح، ولكن يا عزيزي انا احب اعمل الخير وارميه البحر، خصوصا لو كان ووتر ريزيستنت اوريجينال ماركة السنه.